رئاسة النيابة العامة تشارك للمرة الثالثة في المعرض الدولي للكتاب نشر والكتاب، بعدما أن توجت بأحسن رواق ولوج للسنة الأولى في المشاركة ديالها. هذه السنة كذلك السنة الثالثة تتشارك في المعرض الدولي للكتاب. شاركنا في الرواق ديال رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي لنشر والكتاب بشعار نيابة عامة مواطنة. هذا الشعار هو الشعار اللي حملناه في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية وفي الدورة الثالثة. إذا شعار نيابة عامة مواطنة، كما تعلمون أن النيابة عامة أصبحت نيابة عامة منفتحة مع المواطنين، تسمع لشكاويهم لملاحظاتهم لاقتراحاتهم. شاركنا في المعرض نشر الكتاب ببرنامج مكثف فيه عروض ولقاءات أطرها قضاة ديال النيابة العامة، وكذلك بعض أطر ديال رئاسة النيابة العامة اللي فيها يعني مواضيع مختلفة، مثلا جريمة غسل الأموال وجريمة المنظمة، كذلك دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، دور رئاسة النيابة العامة في تفعيل طابع رسمي للأمازيغية، ومواضيع مختلفة. في هذا الإطار هذا رئاسة النيابة العامة قدمت واحد المجموعة من الخدمات للمواطنين الزوار ديال المعرض. هذه الخدمات هي عبارة واحد مجموعة كبيرة من المطويات لتسبيل أهم الخدمات التي تقدم مؤسسة النيابة العامة للمواطنين. هذه الخدمات بحال مثلا ديال الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، ما يهم المرأة، ما يهم الجريمة المنظمة، ما يهم يعني الحقوق والحريات ديال المواطنين، الوثائق اللي ممكن يطلبوها المواطنين مع النيابات العامة، أعطيناهم يعني جرد الوثائق اللي ممكن أنهم نبسطنا لهم إجراءات أنهم باش يتقدموا النيابة العامة باش ما يبقاوش يعني حاولنا القانون نبسطوه في مطويات باش يكون راه إشارة المواطنين. كذلك قدمنا واحد الدليل ديال خدمات ديال النيابة العامة. هذا الدليل ديال خدمات النيابة فيه شقين، فيه دليل على مستوى الرئاسة، خدمات على مستوى الرئاسة وخدمات على مستوى النيابة العامة بالمحاكم. كذلك كانت مناسبة باش قدمنا واحد مجموعة واحد 200 إصدار ديال النيابة العامة بالمحاكم، فيه هاد الإصدارات تتهم إصدارات وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، وكذلك إصدارات لبعض القضاة ديال النيابة العامة فقط للعرض باش يشوفوا يعني المنتوج الفكري والثقافي ديال قضاة ديال النيابة العامة.